قول لي يا عصام، الفرق بين الراجل والمرأة غير الفرق اللي كل الناس عارفاه. وايه لازمتها الدخله دي؟ ارفعي يا تسوقي. وانا اجي في دخله برضه اروح امك؟ انا جاي في دخله وهيشهد عليها ابوه. يا محمد يا نعم، ايه يا رفاعي؟ ابنك بيبلغ عني. فمش طريق كلام برضه يا معلم رفاعي. بس يا بابا، بتبلغ عني انا يا عصام؟ فمش بالصوت برضه ولا ايه؟ ده انت معلم يا دوب بتتكلم وانا واقف. ده انت تمسك الشيشة بقى. دي مش خناقة سهلة، بس أكيد هنسيطر، وأنا مش أول مرة أحضر خناقة زي دي هنا. تمام تمام يا فندم، مع السلامة. سيب لي الحدوتة دي وأنا أخلصها بمعرفتي. أنت السبب في كل اللي بيحصل ده، لو كنت خدت رأيي ما كانتش الخناقة دي قامت. أكبر عظام هكون نازل عشان اتفسح يا سماح. هتنزل تقف مع اخويا ضد اخوك يا سماح؟ سيبيني يا سماح، طردتني معاكي. والمصحف لو ما عملت كده ما انت راجع هنا تاني. والله العظيم يا نازل يا سماح. ليه نازل ومش اللي نازل؟ انت سماح سماح منين؟ انزل يا سماح. امك تعالى يا محمد يا نمر اتفرج على ابنك. اهو 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 كان عليكم بقى عيلة النمر، وربنا قلت له كل لما المنطقة تنسى اني بحط عليكم تكبروني ارجع افكرهم تاني. وعزة جلالة الله قلت له، مش قلت لك اللي اوله كفتة اخره سيخ؟ ما سمعتش الكلام. في مشكلة هنا يا باشا ولا ايه؟